بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وأحبابي تلاميذ الصف الأول الابتدائي من مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، أرصد وقسم الرياضيات يحييكم مع درس جديد من الدروس المصورة لمادة الرياضيات. وقبل البدء يا أبنائي، أرجو أن يكون لديك كتاب الرياضيات وأقلامك وأدواتك. عنوان درسنا لهذا اليوم هو مراجعة طرح العشرات باستخدام النماذج، وهو من دروس الوحدة 11 طرح العشرات باستخدام النماذج. الهدف من درسنا لهذا اليوم يا أحبابي هو أن يجد التلميذ ناتج طرح العشرات باستعمال النماذج. وأذكركم يا أبنائي بأن النماذج هي نماذج العشرات التي تعرفونها ونستخدمها سويا بالمدرسة. هيا بنا ننظر. النماذج الخضراء هذه هي نماذج العشرات أو قوالب القيمة المنزلية، هذه هي العشرات. فخمس عشرات هي كم يا أبنائي؟ ها؟ خمس عشرات، ها؟ عندي خمس عشرات، التدريب واحد الآن، خمس عشرات. طب لو نقصت واحد من العشرات، انظروا يا أبنائي، نقصت واحد، هذا فيه ناقص واحد، نقصنا واحد شخطنا على هذا النموذج أو هذه إيه؟ هذه العشرة. إذن يا أبنائي لو قلنا سويا، انظروا، خمسون، خمس عشرات هي خمسون، خمس عشرات هي خمسون. طيب واحد من العشرات هي كم يا أبنائي؟ هي عشر. نعم، واحد من العشرات هي عشر. إذن خمسون ناقص عشر، خمسون ناقص كم يا أبنائي؟ عشر. إذن خمس عشرات، هنا انظروا، خمس عشرات ناقص واحد من العشرات تساوي كم يا أبنائي؟ خمسون، هذه خمسون ناقص عشرة، كم يا أبنائي؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إذن خمسون ناقص عشرة هي كم يا أبنائي؟ هي عبارة عن أربع عشرات ناقص أربع عشرات أربعين، وعشرة واحدة أي خمسون ناقص عشرة يساوي كم يا أصدقائي؟ يساوي أربعون. نعم، بارك الله فيكم. هيا بنا نراجع هذه الفقرة، فقرة أعبر عن فهمي، حلناها في المدرسة معكم يا أبنائي، وهيا نراجعها سويا. عند حل 40 ناقص 10، كيف يتغير رقم العشرات وكيف يتغير رقم الآحاد؟ انظروا، رقم الآحاد عندي في العدد 40، رقم العشرات في العدد 40 هو 4، وفي العدد 10 كم عشرة يا أبنائي؟ إنها 1، 1 عشرات في العدد 10. إذن يا أبنائي يصبح رقم العشرات 3. ليش؟ لأن 4 ناقص 1 يساوي 3، 4 عشرات ناقص 1 عشرات يساوي 3 عشرات. أما رقم الأحاد يا أبنائي في العدد 40 هو 0، وفي العدد 10 أيضا هو 0، صفر ناقص صفر يساوي صفر. رقم الأحاد لا يتغير هنا يا أبنائي، بارك الله فيكم. ننتقل الآن إلى تدرب موجه نفس الصفحة أو تدريب موجه بنفس الصفحة، صفحة 250. أكتب، نقرأ السؤال، أكتب الأعداد لإكمال الجملة العددية. انظروا يا أبنائي إلى هذه النماذج للعشرات، إنها كم يا أبنائي؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، كلها 7 عشرات. العدد الكلي للعشرات هو هنا كم يا أبنائي؟ إنه 7 من العشرات. نعم، طيب هنا قام بشطب 10، ناقص كم؟ 10 واحدة هذه، إذن ناقص 1 من العشرات. تبقى لدينا كم من العشرات يا أبنائي الآن؟ كم من العشرات؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. إذن تبقى لدينا 6 عشرات.
إذن 7 ناقص 1 يساوي 6. ونحن عرفنا يا أبنائي أن طرح الآحاد يساعدني على طرح العشرات. إذن 7 عشرات هذه يا أبنائي كم تساوي الآن؟ إنها 70. طيب 1 من العشرات يا أبنائي كم؟ إنه 10. إذن 70 ناقص 10 كم؟ أول 7 ناقص 1 6. إذن 70 ناقص 10 الستة هذه تتحول إلى عشرات، فيكون 70 ناقص 10 هو 60. أحسنتم، بارك الله فيكم يا أصدقائي. طيب ننتقل إلى التدريب الثاني من نفس الصفحة، تدريب موجه. التدريب الثاني، كم عدد العشرات الإجمالية يا أبنائي؟ هنا 1 2 3 4 5 6، العدد الكامل كله 6 عشرات، كله 6 عشرات سواء شطبنا أم لم نشطب. عندي 6 عشرات، شطبنا كم يا أبنائي؟ 1 2، شطبنا 2 من العشرات، يبقى ناقص 2 من العشرات. 6 ناقص 2 كم؟ سهلة يا أصدقائي، تبقى عندك كم الآن يا ابني؟ انظر، ها 1 2 3 4، يتبقى عندي الآن 4. إذن 6 ناقص 2 يساوي 4، بارك الله فيكم. الآن نحول الآحاد أو 6 عشرات عبارة عن كم؟ 60. و2 من العشرات كم يا أبنائي؟ إنها 20. طيب 60 ناقص 20 كان عندي 6 ناقص 2 4، هل تساعدني الأربعة هذه في كتابة الناتج؟ 60 60 ناقص 20 4 يعني كم؟ تصير 40. الآن 4 عشرات هي 40، بارك الله فيكم يا أبنائي. ننتقل الآن إلى الصفحة المقابلة، صفحة 252، صفحة تدرب أو تدريب مستقل. تدريب مستقل، السؤال هنا رقم 3، السؤال الثالث في هذه الصفحة يا أصدقائي. أكتب الأعداد لإكمال الجملة العددية، كم عدد العشرات عندي الكاملة؟ انظروا، 1 2 3 4 5 6 7 8، كم عدد العشرات يا أبنائي؟ 8. أحسنتم، كم عشرة يا أبنائي شطبنا عليها؟ شطبنا كم عشرة؟ عد معي، 1 2 3، يبقى ناقص كم عشرة يا أبنائي؟ ناقص 3 عشرات. 8 ناقص 3 كم يتبقى لدينا الآن؟ 1 2 3 4 5، تبقى عندي كم يا أبنائي الآن؟ 5 عشرات. إذن 8 ناقص 3 يساوي 5. الآن نحول هذه الآحاد، 8 ناقص 3 يساوي 5، تساعدني الآن في طرح العشرات. 8 عشرات أي 80، 3 عشرات أي 30، 5 عشرات أي 50. أحسنتم، بارك الله فيكم. السؤال الرابع نفس الشيء، أمامك كم عشرات يا أبنائي؟ 5 عشرات، شطبنا كم؟ 10 واحدة، 5 ناقص 1 يساوي 4. إذن الآن هذه تساعدني، 5 عشرات أي 50، 1 عشرات أي 10، 50 ناقص 10 4 عشرات أي 40، بارك الله فيكم. أيضا التدريب الخامس، كم عدد العشرات يا أبنائي؟ إنه 8. كم شطبنا يا أبنائي هنا؟ شطبنا عشرتان 2، يبقى 8 ناقص 2 يساوي كم؟ 6. إذن 80 ناقص 20 يساوي 60. أحسنتم يا أصدقائي، بارك الله فيكم. الرياضيات مادة سهلة وممتعة، بس تحتاج إلى تركيز. أحسنتم. بطريقة أخرى يا أبنائي، هذه عندكم صفحة 253. إذا كنت أعرف كيفية طرح الآحاد يمكنني طرح العشرات. انظروا، 40 ناقص 20 يساوي كم؟ هيا بنا يا أبنائي انظروا، 4 عشرات 40، 4 عشرات 20 يعني كم؟ يعني ناقص 20 يعني 2 من العشرات، يساوي كم يا أبنائي؟ 4 ناقص 2 كم؟ إنها 2. طيب إذن 40 ناقص 20
يساوي كم يا أصدقائي؟ يساوي 20. انظروا، هاي 40، 4 عشرات ناقص كم؟ شطبنا الحين 2، يتبقى عندي الآن 2 عشرات أي 20. بارك الله فيكم يا أبنائي. ماذا تلاحظ عند إضافة 10 يا بني؟ ألاحظ أن العشرات بس تتغير، ننقص 4 ناقص 2. الآحاد العشرات تتغير، 4 ناقص 2 يساوي 2، أما الآحاد فلا تتغير، 0 ناقص 0 يساوي 0. هكذا يبقى رقم الآحاد 0 لا يتغير، ويتغير العشرات. نطرح يا أبنائي الواجب اليوم، هذا هو الواجب، صفحة 253، وينبغي أن نكون قد قمنا بحله، وأحل معكم هنا من باب أن تراجعوا على الحل في الكتاب، ومن لديه أي خطأ يقوم بتعديل هذا الخطأ. انظروا التدريب رقم 1، كم عشرات يا أبنائي؟ 4، 4 عشرات ناقص كم عشرات؟ 2، ناقص كم؟ 4 ناقص 1، 4 ناقص 3 يا أبنائي، 4 ناقص 3، ها انظروا، 40 ناقص 30 يساوي 10. المسألة الثانية، كم عدد العشرات يا أبنائي؟ 6، ناقص كم يا أبنائي؟ 1 2، ها كم؟ 2، 6 ناقص ها يبقى 60 ناقص 20 يساوي كم؟ يساوي 40. 60 ناقص 20 يساوي 40. من كان لديه خطأ في الحل فليقوم بتصحيح الخطأ. بارك الله فيكم يا أبنائي. اليوم تمكنا من إيجاد ناتج طرح العشرات باستعمال النماذج. في الختام يا أبنائي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومبروك عليكم شهر رمضان الكريم. أسأل الله أن يجعلنا ووالدينا ووالديكم وكل أصدقائنا وكل أحبابنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. مع السلامة.